اهلا ومرحبتين بالحبايب الاعزاء. بداية الحديث اذكروا الله وصلوا على نبي الجمعة. احبائي المتابعين الغالين في هذا الوقت الجمعة، اذكروا الله وصلوا على النبي محمد، عسى الله يتقبل منكم. اسعد الله يمع. ما عاش من ينسى حبايبه. انا انساكم؟ لا والله ما انساكم. صدرون الجمعة والشغل صرنا ومنه ومنه وتونا خلصنا العظيم. يضحكون الجماعة اللي في صلاة، تعال تعال ايش حكم الساعي علي بايكم، اصبروا شوية كمان الشغل عندي، باخذ الشغل بايكم 16 تونا شوية بس. وانا ابوي مسكين ما عندي عطلة، لا يمع ولا سبت ولا احد، حتى الجمعة جاي اشتغل. شو اسوي؟ عمل عايبني انا، حتى الجمعة دوام عندي. ايه انا ريال متقاعد ما شيء. الجمعة السبت المهم خلص شغلك. وانا ابوي الحين شوف وينه. نايف حشرة. يا حبايبي الفيديو اللي منتشر عني مع البنغلور هذا قديم، انا في دبي اكلمكم من نايف. ومرحبتين بالحبايب. حبايبي التصوير العام انا موجود في نايف في سوهه. طالع طالع هذا الفيديو اللي طلع مع البنغلور هذا قديم مع العام، كنا سارين وياه منذر مزكي قديم هذا. يلا هذا في بنغلور، هذا عنده 5 سنة في زيت حرية الحين. طالع وهذه البيضة. عليكم السلام. هاي كسرت البيضة، هاي البيضة. وهذا هذا بابا، هذا وهذا الجبن. يلا 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 وهذا العدة مرياوة. نعم هاي مرياوة اليوم. وين أنا مسافر؟ وهذا الدهن العربي. الله والخبز قامت روح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. فيديو غاوي يعني في مراحة، لكن الجماعة ما أدري وين يابوه. خلق الله كي يتصلون فيه يسألوني شكامت أسافرت ما سافرت. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.